Good morning, Mr. Salah. صباح الخير. خير. شو بلاك؟ والله شو خير ما بلاك. البترياني هي ولا البترياني خاري؟ مو على بنتي. أنا ما بتأخر. خمس دقايق بيك. شو حبيبي؟ شو بنتي؟ بيلس شويون وبيك. عندي شغب. شيء تبع؟ لا باش خلاص. تريكت له بعدك؟ زين لا بابا. ما عليه من زمان شو تريكت؟ ما حد ما يعرف شو تريد. يلا يلا ما بتأخر زين. يلا السلام عليكم صباح الخير. زين صلاح يتري أبوي خالي. أخر وأخر وأخر وأخر. صباح الأناسة والشراغة. صباح الخضرة. المنظر تزيد. هي شو اصبحتوا كيف حالكم وكيف انتوا والشغل ما شاء الله ماشي على قدم وساق. الشغل ماشي على قدم وساق. هاكل مكان زراعه الفيفاي مسوي لهم علايم. انا مسوي لهم علايم. هل هاي الحبيرة حافرينها من قبل وحاطين تربه نظيفه ومبدلين سامانها يعني بحطي لها سماد ومركب ثلاثي ويعني شلينا الزور لأنها خلاص غلت ورق جديد خلاص يعني ضاربة بعرج خلاص. حين تقول أنا ترى أبوي ما بعليكم شيء ما بعليكم ضلة. ضلتي الحمد لله حطيتوا لي الضلة وكنت بخير وسهالة وهي فترة الحضانة وعدت والحمد لله. أنا حين ما أشكو من باس لو بتشلون الحياب عني شلوه. نشوا ابوي العمال وشلوا الحياب. الحين يزرعون ابوي الفيفاي يقمطونه ما بله تقميط وتوزير بعد. ها السلام عليكم كيف حالك راشد؟ حد يقمط وحد يوزر. هذا على لفحة الهواء القوية يعني تحيدون ترى شو الحين هذه يها هو قوي يا هل هو كسرها فنوزرها بهالجرين الخضر. هذا عندي من كم من سنة الأول اللي كان محطوط فوق هذا فنشنا النوع هذا كمل حوالي 10 سنين لو 8 سنين عندي فنشنا وخذنا السنة الأبيض هذا الجديد نوعية أجود وأخير حازل حراري 80%. فحينها شتشونها يبارة بريض ما شبلي يبارة. شوفوا حد يقمط وحد يوزر. ترى حين هاي الوزار والقماط هذا عبارة كأنك حاط البيبي داخل حضانة. الحضانة هاي صغيرونة. كم خلصتوا رشيد؟ كم كله سويتوا؟ كله 27 لليوم إن شاء الله اليوم بس. إيه إيه ها 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 هاي بها أظني زيادة شوي ولا؟ ما ادري شو رايك؟ ما ظني لا لها بس عدل هذه عدل هذه هاي عدلها شوي تتلحف. لا لا ما يبغى لها وزار. لا لا هذا شرات ال القماط الياهل. هب الياهل اول ما يطيح من بطن امه سيدي خلوه فخاري وهذا. لا لا لازم ابوي يقمطونه ويدارون عليه لين يصير ويكبر يعني شغله طويله عريضه. شغلتن طويلة عريضة. هذا عادها شو ما شاء الله سوى حاضرها كاملها من أوليها. وانت ساير وانت ساير وانت ساير هذا كله عبيت تمشوا مدة كم من يوم؟ أسبوعين ثلاثة وإن شاء الله لكم عين تنظر عناي وما تخلي الهواء يدق القوي ولا تيه ما يكون مضرب رياح يعني شيء يبال عبالة عبالتهم قوية يعني شيء بسيط. ها وأهم شيء الماء. الماء هو اللي يذبح البنادم والشجر زرع والبشر. Good morning مستر صلاح. صباح الخير. وش حالك وكيف انت؟ How are you؟ تمام. شو اصبحت رقم واحد؟ اشوف البوق مفروض اليوم ماشي خليل. كم داخل اليوم؟ بشوف زين بشوف عشان خاطري ما صباح ما علي ادري انه ماشي زين ما اشوف بديه واحد
هاي 50. باجي شوف الباجي هل لا لا النيطان هل الغلاظ لا هاي النيطان الغلاظ اللي عليه اصفار وايد. انزين بشوف عادي بشوف صلاح يلا يس جود مورنينج جود مورنينج هاو ار يو وليش صرت هناك؟ هذا ريوقي انا ابتدينا الدايت الحين الدايت هذا عفانا الله الا ثلاث ايام في ابو ظبي ومن اوصل البحر خليناه يولي الدايت يلا اشوفني وات يو يلا كوكلي عادة هذا دنقو اوكي يلا هذا شو خمير يا سلام يا سلام على الخمير يا سلام على الخمير ها يا يعني متنفخ ولا وناضي ورقم واحد خفيف حمر شو هذا بسرعة هذا ابوي ايوه هذا محله ثاني هذا محله نمونه ثاني هذا المحله العادي هذا المحله العادي محله ما بعادي هو فوق عن الزين لكنه نوع من انواع المحله محله ثلاث اربع نمونات كل انسان على حسب اللي يبغى يلا غطي غاوي عادي هاي غطيتي زين الحين غطي زين تدرون انه ميلس هناك من هاي الساعه لين الحين متى بتي عندي ما حني شمس شمس هناك يا المنكر يا المنكر انت يا المنكر اللي في اللي ليش تهيت ما شيء شمس قلنا لك ما شيء شمس تعالي هذا ابوي جايتنا دعوه حفل زفاف افراح قبل قوم المحمود هذا حين الله يحفظكم بنصور لكم اياه بنخبركم عن قصته وياي يعني من يومين ثلاثه كان تبون الصدق يقير قلت انسب وقت اليوم انزله انسب وقت اليوم ننزل الكرت ونخبركم العرس والمكان والفرح ويعني الفرح ان شاء الله دوم ما يفارجهم شكرا دوارك دبي العرس لا لا ابو ظبي حبيبي هذا هذا الحين بنخبركم عن سالفه العرس يتشرف ترى الذبان بيخلينا نحن يتشرف احمد بن محمود المحمود البلوشي بدعوتكم لحضور حفل الاستقبال المقام بمناسبه زفاف خليفه احمد محمود المحمود حميد محمد احمد المحمود احمد علي احمد المحمود الاولي على كريمه السيد علي بن سالمين بالعبد النعيمي والثاني على كريمه سالم حسن غريب البلوشي الذباب ترى مخلنا والثالثي على الله يبارك لهم على كريمه عبد الله هلال علي البلوشي وذلك بعد صلاة العصر من مساء يوم الأربعاء 31/10 اللي هو بكرة بنادي الضباط القوات المسلحة ودامت دياركم عامر بالأفراح لا تقولون ما حد قال لكم عرس أم أبوي بكرة بكرة عقب صلاة العصر الحاضر يعلم الغايب وباكر نذكر اللي نسوا لا تقولون ما قلنا لكم ضروري الحضور إذا دعيتم فاستجيبوا عن نفسي أنا إذا الله جعلني من الحيين ومدلي بالحياة أني بحضر بكرة أول الله شكرا دوارك شكرا ودي هنا يبي باكر الصبح تشريني زين تمورو مورنينج برينج ات أنا هي أنا ذر قر 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 إن شاء الله إن شاء الله محمد بطل لي الباب الحين ابي الو متى يلا قول قول ابوي صدق قال حق العمال يفتحوا لك الباب صلاح هاي حبيبي في المكتب جالسه صلاح بشوفك بتيك خصوصي زين عاد اي والله بيي حليله صلاح غالي غالي صلاح ها صلاح اي لون اخترت وين لون اختار صلاح هذا هذا شو اي لون هذا شو اسم اللون هذا ما اعرف اسكت ازرق 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 ولا الستاره شو بس زين والزولية شو اللون صلاح شو هذا اللون ازرق ازرق كله ازرق ستاره ازرق زولية ازرق شو هذا صلاح عنقاش انت انا عنقاش شكرا هي تستاهل يا صلاح تستاهل وشيء وشيء شبريه ولا ما شيء لا الاول
اول شيء تسوون هذا وخلاص شبريه شباب ياخذون لك شباري جديده حبيبي شبريه جديده رقم واحد انت جايبينها بصراحه هذا لعب باشر يجود هذا ما يقول لك باشر موجود ما بيروح يجود ايه شو قلت له شايفي خوف يقول لك بيسوي لك شاي لا تخاف شاي شاي ما يعرف يا صلاح تعال 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 مني تعال 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 واي واي ليه تبركت عليك يوم يابك شياك وين الشنب وين اللحية على أربع تعال 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 ياي سيري لسعدان أربابك سيري لسعدان أربابك وين اللحية يا ربي يا صلاح حفيد شو اسمك انت أسد أحينا أحينا ما بأسد أحينا ما بأسد عند الله على الأسد كنت أسد أحينا أبوي ما بأسد قطوة شو ياك تخمكرت أنا أبو محديين ويسلم لا إله إلا كان شان تروق قبل ما يتهل بلاد مرة خبز بلبن شو صلاح شو شهر ابو حنان شهر ما رحت؟ لا من شهر ما رحت؟ لا 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 انس انس ان شاء الله بابا الحين انس شو صلاح؟ شو الموضوع الحين شو الموضوع؟ بلاهم ولا ما يروح شهر ما يروح ما منتهى عاشر ايه بلا هو ما في الحين الطرق اشتغل صبح ما في ايه حبيبي خلف مشغول حبيبي شهر ما يروح زبون ما يروح ايه اشتغل حبيبي حاجه عيب انا خبر صار صبح اشتغل العصر العصر سيروا لا ابو خبر ما في بابا مره مره بالليل يجي ما في موجود زين دبي اللي بيندب طبخه ولا اكله ولا منظر من اي بلد ولا اي فريج ولا اي منطقه ضرورة تحط الفلتر فلتر الموقع اللي انت فيه ما يستوي تقول انا من مدينة زايد ولا من مدينة محمد بن زايد ولا من غياثي ولا من السلع ولا من الفجير ولا دبي ولا دبي ولا راس الخيم ولا مقيوين ولا الشارجة ولا عمان ولا كلهم اي منطقة خارج الدولة ولا داخلها اي حد يبي يطرش شيء يبي يشارك به ضروري يطرشه فلتر يحط الفلتر ولا يطرش المنظر بدون ما يذكر انا بالبقعه الفلانيه يا غير ضروري نحط الفلتر هذا اولا ثانيا شيء رقم واتساب اللي يندبون سامانهم عسب يعرض كانها كان ياهل يرمس ولا والبنيه تنعش ولا اللي هو اللي بيندب شيء من هذا يندب على الواتساب ترى كل دقيقه نحط رقم الواتساب نحن دولي الواتساب هذا دولي هذا متواجد 24 ساعة شغال من أي بلاد اللي هو 00 20 8 1 25 هذا الواتساب أي مكان يشتغل ليل بنهار بس واتساب يندبون شيء أبغى نحط لكن ضروري يكون الواتساب المسج اللي بيطرش شيء يخصهم هم ما بمسج عادي أي مسج أي تليفون أي رقم أي منه مسجات عادي ديها ما صباح الخير مساء الخير كيف حالكم كيف توني لا تصيروا بعيد اليوم الصبح رامس ويا واحد رمسه حسيت انه بيزعلك الحمد لله انه ما زعل جزاه الله خير وبارك الله واحد من ربعي كان وما زال يعني عشرة عمر يوميا يطرش لي 40 مسج صباح الخير ومساء الخير هاي صباح الخير اربع وديات شتشه هاكل صباح الخير ومساء الخير اربع مسجات ناهيك عن النكت ناهيك عن السوالف ناهيك عن ولا سالفه منهن ابتكاره هو او ابتكارها هي اللي يطرش فلذلك انا ما اريد اهمل اي مسج ييني اي مسج ييني يهمني اني انا افتحه فان فتحت القط مكتوب صباح الخير مساء الخير منظر ولا فيديو او مقطع مضحك او مبكي او اي فلسفة من فلسفات الدنيا هاي الموجودة حاليا فانا اولا الوقت مش موجود وثانيا
ما امتلك القدرة اني اقرا مليون مسج، فبرجاء اللي عنده مسج عنده مسج وبيندبه يندب مسج يكون هو مسوينه، يخصه هو روحه، ما يخص حد غير. يعني يا يتمك رسالة سويت لها إعادة إرسال حقي أنا، لا والله أبوي أنا أنت الرسالة اللي ترسلها أنت، غيرك يرسلها ألف آدمي، فلذلك أنت تطرد شيء مكرر. فلذلك يا الله يرحم والديك، أنت أو أنتي في أي مكان كنت أو في أي بلد كنتي، ضرورة أن ما حد يطرش لي صباح الخير مساء الخير، لأني ما يعني مثلا الريال هذا طالت عماركم، أنا مسوي على رغم بلوك لأني قلت له من قبل تراني بسوي بلوك، انطرت لي هالكثر مسجات وما سمع رمستي وسويت عليه بلوك. ويوم عدى أمس بغاني بموضوع وايد ضروري زيادة على اللزوم، قال لي أبو محمد أنا ندبلك مسجات ما تستلمهن ما يني. عليكم السلام، تعال اصبر عاد شوي خليني أكمل، صبر واحد دقيقة ومنت عندي بلك مسجات. قلت أنا قايل لك من قبل أنا ما روم أفتح كل يوم ألف رسالة، أنت بطل شلي رسالة واحدة مهمة، الرسالة هم من طمسة بين مليون رسالة من رسائلك، أنا ما بروم أفتح مليون رسالة. فلذلك أبوي اللي بيرسل شيء خاص فيه هو. أنا أتكلم عن عمري، ما يخصني في العرب اللي من غير اللي يقولون نحن جاز الهندي هو يتحمجج. آخر شيء بقطعت التسجيل عنكم ما يندر وين وصلت، بس برايكم شو بعد شو هي انت ما تستحي أنا عيب هي كل ما حد رمسك هي صاحي ونص. بيونا وادم الحين شو رايك؟ بتجلس وياي داخل؟ بيونا صار مخصوص على سبك. يلا بعد شوي بخبركم شو سالفة منو بيينا وشلج له الزيارة هذه وهالموضوع كله، بعد شوي بخبركم عنه. شو أقول لكم أنا؟ وردي هذا اللي حط هذا تشوفون مشموم ومحمدي وريحان والدنيا مطرجة، شي خير من شي زراعة كبوي من نص بيتك ابوي تشيل وتحط، ما يحتاج ابوي انك انت تعبل وتزرع شيء تشتري مال كل مال مشترى كل البيزات معقول. يعل ان شاء الله من اندب هذا الشيء الفنان، يعل عمره الطعامه وقعامه ثلاث نمونات بعد. وين الفرد؟ الفرد وين؟ ذا بلاك سمول ون. يا الله فضحتينا. جيبي وين ليش؟ يا سابتيس عدالي ولا بتيس هناك انت؟ بعدين زي ماشي مشكلة. ترى يا جماعة هيون الله يحفظكم ليه ما يونا ها؟ لا هيهم داخل بوظبي حبيبي في المرور، فبيون خصوصي حبيبي لين هني عسبك انت، لين حين ما بنرمس عن الموضوع لكم من يون ونسلم عليهم ويتقهون العرب هتسع بسولف ان شاء الله. أقولكم لين يصيرون ويون العرب، لين يصيرون ويون العرب نحن بنرمس بموضوع أظني يا وجنة حد يعني لا حد يعني مضاعف لا أدري والحد أدنى في البيت زي حد يعني مخاري ما ظني لا حد هذا هو يا غرب اللهته أو بنت. هاي نقولكم فرض، هذا الفرض عمود الأرض، انكلته هناك وانبعته هناك. وهذا ابو القير اظني خلاص جنة، هي خلاص جنة، وهذا بعد خلاص نمونة ثانية. open one of these open it شوف طعامته تختلف عن كل طعامه. شوف الله عليكم تحرها حبة عيش. no bring this one يا الله شوف اصغرونها رفيع يا غير شيجة يبيها نباكلها. أقولكم جماعة وصلوا بخبركم الحين هم منو وشيئتن عليه هذه ش عليهم الطرق يجتم. أنا قبل مدة قبل أسبوعين قبل عشرة أيام بغينا نظهر بطاقة
داوي الهمم حق صلاح اللي هي عشان أسب يعطونه ورقة حق البطاقة حق السيارة الباركن وحق الخصومات وحق يعني حق في بطاقة تصدرها إدارة تنمية المجتمع عندهم بطايق يصرفونهم يصرفون حق لدوي الهمم. فأنا كل ما أتصل ما حصلت ما عندي حد أسئلة يعني. فاتضح أن الوزارة هي ما تنمية المجتمع هي اللي مسؤولة عن الموضوع هذا. المهم كلمتهم قالوا أبوي لازم أنك أنت تسجل أونلاين، ما في مكتبتي عندنا حين أبوي تدخل على الموقع وتسجل أونلاين. دخلنا أونلاين وسجلنا وكتبنا كل المعلومات، وفي نفس الوقت يعني المسج اللي هو في رقم الطلب. قلت الله يحفظكم طلبوا تقرير ما صراحة كثيرهم عندي. في يوم حطيت التقرير قالوا التقرير هذا أولا غير واضح من 2008، وهذا قرار لجنة نحن نبغي كتاب من مستشفى الشيخ خليفة، كتاب من مستشفى خليفة في تقرير عن حالة صلاح. غيروا بدلوا قالوا لازم هالتقرير بدون استحالة صرف بطاقة ذوي الهمم. انزين قلنا لهم ان شاء الله متى موعدنا وياكم؟ قالوا الاربعاء، يبوا التقرير ويبوا اللي تبونه حطوا كامل وان شاء الله بيوصلكم بطاقة ذوي الهمم لين البيت برسم الخدمة. قلنا لهم ان شاء الله. يوم عدى أولت البارحة والبارحة ولي قبلها ترى صراحة على ما تشوفون مريض مرتفع عنده زجمة وحمى وما أدري شو أشياء وايديته. فما اتصلنا بهم قلنا له أبوي ترى نحن هلكيت السالفة. قالوا أبدا طرت اللوكيشن وهاي خدمة خاصة منا نحن يا وزارة تنمية المجتمع لذوي الهمم نقوم بها. شو قال بنندبلكم الدكتور لين بيتكم وبيقابل صلاح وبيقيم وضعه. وهذا الدكتور سلام عليك. عليكم السلام. انزين اسمك شو من الحين من اول بادي لاخر شيء؟ انا اخصائي العلاج الطبيعي خليل سليمان خليفه. نعم. اشتغل في وزاره تنميه المجتمع في مركز راس الخيمه تاهيل اصحاب الهمم. والله مليون مرحبا. الله يسلمك. مرحبا بنتي. اهلا. سلام عليك. وعليكم السلام. تعرفينا بنفسك؟ زهره هاشم علوي رئيس وحده بطاقه اصحاب الهمم. والله مليون مرحبا. مليون مرحبا. شفتي صلاح؟ ايه اكيد شفته. هذا معرس من يلق الحبيب يلس عليك اخ عليك مره تتيلق انت. لا شو ياك؟ لا خبار يا المنكر. يلغى هاي بيقول ابوي هذا صاحي 16 انا ما في شيء نحن ما بنعطي مال بطاقات الهمم. الله كريم. راح انت جاي من دبي ولا من راس الخيمه؟ أيوة جزاكم الله خير يعطيكم العافية. بنتنا أو أختنا العزيزة زهرة شو فوائد البطاقة على ذوي الهمم أو طريقة استخراجها من الألف إلى الياء ومنو الفئة المستهدفة وشو الناس تستفيد من البطاقة هذه؟ طبعا نحن في البداية لازم نعرف البطاقة هي مستند رسمي صادر من وزارة تنمية المجتمع دال على أن حامل البطاقة شخص من أصحاب الهمم. نعم. طبعا ها صادر فيه قانون من رئيس الدولة قانون اتحاد رقم 29 لسنة 2016 وبقانون معدل برقم 14 لسنة 2009. نعم. وهاي البطاقة تقدم عليها عن طريق موقع الوزارة أو طريق موقع الوزارة وعن طريق التطبيقات الذكية في الهواتف المتحركة وعن طريق مكاتب تسهيل. Take the dates. زين تفضلي. في البداية طبعا الأشخاص يقدموا الطلب عن طريق موقع الوزارة. ففي البداية يسجلون اسم مستخدم. نعم. فبعد ما يسجلون اسم المستخدم طبعا يقدمون على الطلب. وقبل ما يقدمون الطلب لازم الشخص يكون جاهز من ناحية المستندات المطلوبة منه. نعم. اللي هي صورة
شخصية، صورة من بطاقة الهوية الجهتين، وصورة من جواز السفر، وصورة من الإقامة للإخوة المقيمين، وتقرير طبي من مستشفى حكومي. والبطائق هاي حتى حق اللي مش بس حق المواطنين، حق المقيمين، الإخوان المقيمين إقامة قانونية في الدولة. ما شاء الله الحمد لله. أنا تحرى بس حق المواطنين؟ لا لا لا، حق الكل. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. المستندات تكون جاهزة عندنا، نسويها سكان ولا نصورها عن طريق التليفون. نعم. إذا عن طريق التطبيق، فندخل على التطبيق ونملي البيانات. نعم. ونرفق المستندات في النهاية. نرفق المستندات، ترسل الطلب فيك مسج مثل ما يانا نحن. نعم. مثل ما ياكم مسج برقم الطلب. زين. فبعد ما يوصل الطلب حقنا، طبعا اللجنة اللي موجودة عندنا بتطلع على الطلبات، إذا كانت التقارير الطبية كاملة مستوفية الشروط خلاص. نحن ما كانت مستوفية الشروط، اللي هو عندنا التقرير قديم، التقرير قديم، واللي عندي أنا تقرير، ما عندي يعني قرار لجنة. قرار أنا اللي عندي قرار لجنة. ها شوفوا، هل عندي قرار لجنة؟ هم ما يبون قرار لجنة. لازم يكون تقرير طبي مفصل. أيوة. لازم يبين حالة الإعاقة اللي موجودة في الشخص. نعم. فإذا كانت مثل ما قلنا، إذا كانت المستندات كاملة ومستوفية الشروط خلاص نصدر البطاقة، وإذا مش كانت كاملة نتصل بالإخوان. مثل ما قلنا نتصل بالإخوان ونخبرهم أنهم يجيبولنا تقارير جديدة من مستشفى حكومي تكون كاملة ومفصلة، وإذا تعذر عليهم فإحنا نعطيهم موعد علشان تشخيص الحالة. مثلنا نحن. مثل صالح. أيوة، لأن صالحي ما بصاحي، فأنتوا جيتوا برسم الخدمة لين البيت ويايبين معاكم ما شاء الله تبارك الله. تعرف عايض؟ عايض؟ لا ما أعرفه. عايض من صحم. من مربعتي. يمكن مر علي. وبمبارك بالفيديوهات. هي بمبارك في شبه منك سبحان الله. الله يسلمك. هي والله العظيم لازم احضر الفيديوهات اشوفه الحين. بنسيفه بنطرش حق عايض في صحم ان شاء الله. ابدا ما خلى عنك شيء ابدا. كانكم توم تبارك الرحمن. الله ما ادري. مرحبا بك. انتم جايين بتقيمون حاله صلاح. نعم. واللي بيقيمه الدكتور. نعم. زين الحين بتقيمه؟ ان شاء الله. يا ركم صلاح، قم هناك سر انت ويا صلاح ويا الدكتور. قم عادي، انا ابوه بيختنونك. يلا سر. إير الصلاح هو ما يطيع في الموبايل، ما يبي احد يزخ الموبايل ماله. هو هينا بيسكر التليفون عشان ما يحتاج. حبيبي ما يحتاج. افتح ايدك شوف، طبعا في مبين في شد في منطقه الساعد، في منطقه هون عند الكور في شد. عنده شد. اي عنده شد، وفي محدوديه بالحركه. يعني الايد ما بتفرد. ايه افتح ايدك حبيبي. طبعا الايد ما بتلف كامل. إيه؟ ما بتلف كامل الايد. تمام. انت بتعرس. وين الحرمه؟ انت يدك ما تفتر. افتح ايدك الثانيه. تمام. طبعا واضح في عنده هون انحناء. انحناء نحن نسميها حدبه. حدبه. مزبوط. انتوا حدبه؟ نحن لا، حدبه. حدبه. تمام. لا هو شيء مسلسل مال حياه الفهد كويتي اسمه الحدباء. احنا نعرف اللي قبل لا مبروكة أمس واليوم. أول مسلسل هي سوته حياة الفهد اسم الحدباء، مسلسل قديم في منتهى الروعة. ما شاء الله. أتوقع كان أبيض وأسود. لا إحنا ما لحقنا الفترة. يلا بارك الله فيك. طيب إحنا نشوف كمان الوظيفة للإيد. يعني يلا سلم علي. أرفع إيدك. لا لفوق لفوق. سلم ممتاح. سلم باليمين. هذا باليمين. زين أرفع إيدك لفوق. الثنتين مع بعض لفوق. ارفع ايدك لفوق. صراحة ارفع ايدك الثاني حبيبي. في مبين محدودية في الحركة. تمام. فوق 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 فوق. مبين في محدودية في الحركة ما يقدر يرفع ايده. الحين خلاص يعني خلاص الدكتور ما بيشتغل لين يخلص اللدان. هذا كله طوع فيك انت؟ لا
شو دقيقة؟ يوم أنت ما تصلي وين المسيد؟ صليت الفجر؟ صليت الضحى؟ كم ما يلطمك على وين؟ صلاح يعور؟ لا ما يعور؟ ينبك ميت صراحة ما شو في ركبك ما فيها صابونة شي صابونة؟ لا بقول لي طالعك بعين وغادة هل؟ مستجيبة خفيفة عنده؟ مستجيبة صراحة الحمد لله طلعت لي الوحدة مستجيبة في عنده هانا نعتبرها في حالة بنسميها رونيتد فيت أو تاليبس كالكينوفاريوس هاي عبارة عن لفة الرجل نحن نسميها هاي بالعامية ريل السركة شي سركة وشي كرفة هو صراحة عنده هنتين ريل سركة وريل كرفة في المنطقة هاي اللي هي خلف الكعب وفي عنده شد خلف الركبة عضلات خلف الركبة تمام وفي محدودية عنده في الحركة في الحركات تبعيت المدور ايوه اللي هو احنا بنسميه الهيب جوينت او اللي هو عضل اللي هو مفصل الحوض حرك رجلك بهاي الطريقه تمام طبعا واضحه من هون هي فلات فوتو عنده اصلا اللي هي برونيتد في او اللي هي اللفه شوي هي هي ترى اقول لك حرك رجلك طبعا في محدوديه في الحركه حرك فوق فوق حرك فوق فوق تحت حرك ايوه اشتغلان صلاح طيب حرك من هون فوق تحت هيك بهاي الطريقه لفوق لتحت ايوه تمام ارفع رجليك اشوف تقدر ترفع رجليك فوق هيك. طبعا في ضعف مبين في ضعف عنده يلا يا الشيب وقف انت يا شيب بعد نفحص الجسد نشوف المهارات الحركية مثل المهارات الحركية العامة اللي هي gross motor skills نخليه يمشي يطلع درج نشوف المهارات الحركية العليا عنده كيف الأداء هل في مثلا صعوبة في المشي هل في عرج نشوف كيف وضعية الجسم أثناء الوقوف والشغلات إن شاء الله راح نشوف النتيجة نتيجة الصراحة بعد الفحص هذا والتقييم يستاهل البطاقة لو ما يستاهلها طبعا يستاهل شاطر خلاص بيعطونك بطاقة إن شاء الله وبس بتوجب سيارك وين تبقى تعالي الحين بخبرك شو فائدة البطاقة هذه شو الفوائد طبعا احنا يوم بنصدر البطاقة البطاقة بتوصلك للبيت عن طريق شركة التوصيل انزين اوكي شو فوائدها فائدة البطاقة البطاقة في تقدر تاخذ فيها المواقف وعندك سالك فري وتسجل تجديد بطاقة الهوية عندك بعد فري وغير الخدمات الثانية تكون مضافة موجودة على البروشر اللي إن شاء الله بيوصلكم مع البطاقة إن شاء الله نعم إن شاء الله خدمة كلهن تقريبا تقريبا 24 خدمة الحمد لله نعم يبا الحمد شكرا ويوم بتوصلكم البطاقة بعد يومين إن شاء الله بتوصلكم بطاقة ثانية من أبو ظبي بالخصومات بعد بعد ايه بطاقة ثانية اشكري بارك الله شكرا دكتور شكرا جزيلا اخ خالد يشرفنا ان التقينا فيه جزاك الله خير الشخصية الجميلة الله يرحم والديك انت متأكد ما تعرف عاير والله لازم اتفرج على الفيديو لازم اشوف شبيهي مشكورة يا اختي ما قصرتي بارك الله فيك شكرا ل وزارة تنمية المجتمع ممثلة في من أكبر رأس فيها إلى أصغر رأس ويزاكم الله خير من موظفين من وزيرة من وكيل كل الجماعة اللي عندكم شكرا لهم كل الشكر والتقدير وبارك الله فيكم من ممشاكم لين ملفاكم شرفتونا ونورتوا بيتنا وتشرفت بشوفكم ويزاكم الله كل الخير يزاكم الله جنه اللي أبرك عن كل شيء أنتوا واللي نزل هالقانون واللي أصدر هالأوامر لرفعت وحاجة المواطن بجميع فئاته
شكرا دكتور على الزيارة. الله يسلمك. في فنان مصري اسمه حكيم، تعرفه؟ بعرفه. حبوا يبتدأ الرجيم. شو الحين تاكل صلاح؟ هي أحسن زين؟ لا تاكل صح، لا تاكل خبز، ولا تاكل عيش. زين؟ حلاوة ممنوع. ليه أنت غادي بخيرك؟ من زمان ما تاكل حلاوة؟ ولا أمس 500 سكر و400 300؟ الحين 115 صبر، الحين 117. شو ياك أنت؟ عقيت الشنب وعقيت اللحية، سكر؟ يا الله يا الله يا الله. أتي رسائل وايدة من خارج الدولة ومن داخلها. محتوى الرسائل على الخاص يطرشولي انك انت يا ابو محمد عزمت ما تطلع عندنا في الستوري مال السناب. هاي المشكله كملت اسبوعين ثلاثه، الحين نحن لقطنا حل مؤقت للتفادي هالمشكله. والحل المؤقت برجاء اتباع الخطوات الجايه. ندخل اول شيء، ندخل السناب. يا سلام يا سلام، بسم الله. نسير خلاف اعدادات، سرنا الاعدادات، ننزل لين مسح ذاكرة التخزين، خلاف الدق مسح الكل، بعدين مسح وخلاف حسنا. في حال تم الوضع على ما هو عليه، امسحني من عندك من اللستة وضيفني من يديدي. هذا ابو محمد، هذا محمد، يسلم عليك. سلم على خالد، سلم على خالد. خالد يقول السلام عليك، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ قل لي انت بخير، ها؟ قل متى بتينا؟ قل له، قل له وين صلاح؟ صلاح وين صلاح؟ ها؟ اي اي، قل له وين صلاح؟ اي ابو ذوب انحمر حسبي عليك، تحسابي يا ابو ذوب انحمر، يا ابو ذوب انحمر يا مدلع، الارقابي قلبي صوبك نيجر. اي حق ابو محمد، يلا مساكم الله بالخير والنور والسرور والعافية والورد المنثور. السفن القديم الله يحفظكم للنقل البحري التجاري البحري، للنقل التجاري البحري. شيء نوع يسمونه الدنقي، وشيء نوع يسمونه الغنجة، وشيء نوع يسمونه بوم الأسفار، وشيء نوع اسمه البغلة. ما يطلق عليها في اللغة أو اللهجة العامية البنغالة، البنغالة وصف يتواصفوه بالأول في السنين اللي اختفت. يقول الريال جعيدة بيت ولا سفر بنغالة، جعيدة بيت ولا سفر بنغالة. هذا وصف يتواصفوه بهالأول وبالأخص في الإمارات، بالأخص يعني 99% من هالوصف لا يقال إلا في الإمارات. بيذن وبنخلص وبنجيب لكم قصة المثل هذا إن شاء الله، اللي هو الوصف إن الله راد. الله أكبر وأعظم. أوكي يرى وتدس أبو باهر، ها؟ أبو باهر. أيوة، هذا وقت العصيد الحين، هذا موسم العصيد، موسم العصيد، موسم عصيد العادي، موسم عصيد البوبر، موسم المرقوق، موسم اليريش، موسم هذا وقته، هذا موسم حينه. هذا اليريش ترى هو الشمبريش على فكرة، اللي يتحرى اليريش غير اليريش، هو الشمبريش. الشمبريش هو عبارة عن دقاق الدجيج المتفتت من الذرة أو الشعير أو القمح أو يعني الدقداق، هذا كامل الحنطة الحبوب، هذا الأول ييمعونه ويأكلونه. أيام الحرب العالمية ومستوى الحرب، مستوى اليوع، ما عندهم عيش، مساكين اضطروا يأكلون هذا الأول. هذا اللي يزيد عندهم يمعوه حطوه للدبش، عزموا هم يأكلونه. قلت لا حيلة، لأنه يوع فقر، ف
فازموا ياكلون ابوي حتى الشمبريش شبنه بالهيوع وطعموا خيولهم وركابهم زغنبوت. الله المستعان. الوصف الله يحفظكم سامحوني تاخرت عليكم. الوصف يقول جعيدة بيت ولا سفر بنقالة. والبنقالة مثل ما أوردنا في الذكر أن البنقالة نوع من أنواع الخشب تستغل سابقا في الأسفار وتحميل البضائع والأسفار الشاقة الطويلة. المراد ما بهذا موضوعنا، موضوعنا يعني الله يبارك فيكم أن الحين الريال هذا ماخذ اللي حرمة ويسافر في البنقالة. السفر في البنقالة سفر مضني وشاق ومتعب وطويل، 6-7 شهور السفر، يرد عند هله 3 شهور شهرين وعشر شهور ما يكون موجود عند هله، فالرحلة تكون شاقة ومتعبة والآدمي يفارج فريجه مدة طويلة، المدة 7 شهور يفارج حرمته وعياله. فالرجل هذا أحد التجار كان من أحد قادة السفن اللي هي من أقدم السفن اللي هي البنقالة، حد يسميها البقلة وحد يسميها البنقالة. فالوصف يقول جعيدة بيت ولا سفر بنقالة. الرجال هذا الله يحفظكم متزوج وعنده حرمة، فودر عندها الماكلة ودر عندها البيئة الخير. فعادة الريايل يعني الريال من يظهر من بيته ما يظهر من بيته إلا منغنغ هل البيت وميّر البيت، ما زر النمير من طحين وعيش ودبس وشكر ومونة البيت طول فترة غيابه ويعطيها بهانس. بهانس يعني مجين جو بيزات خرده مصروف لين يصير ويرد، وعلى هالمنوال على كل سيرة كل الريايل هذا سألكم من استوت الدنيا. خلي عندها نوع من البيزات يعني كمية وفوق حاية تبعد. المهم سافر الريال يمن سفرة كمل 6-7 شهور يوم يا سلم على حرمته وتخبرها ها شو العلم شو الخبر. قالت له والله شو بقول لك المير هداه سدنا يلا يلا والبيزات بشيرك ما سدن قصرنا بيزات وبشيرك ان ابوي بعد تسلفنا بيزات تسلفنا فوق اللي حاطنا. الريال قال لا حول لا قوة الا بالله. يوم كمل شهرين 3 يت طرشته الثانية توكل قبل ما يتوكل على الله خذ لها المير وخذ لها الماكلة وخذ لها الله يحفظكم دقيات وعطاها بيزات فوق عن اللي هي تحتاج له وطرق. يوم كمل 7 شهور رد عند حرمته. تحيدون ترى السفر وين؟ نيروبي منباسا كينيا زنجبار يسافرون سافرون الأول رجال هبحينة الله بالمستعان. المراد يمن سفرة ها سلام عليك يا فلانة عليك السلام ها شو العلم شو الخبر. قالت أبوي كله وقف كله وقف والدياي قالت أبوي الدياي تحيدوا الأول دياي يضربهم بقريفط يتقرفطان ويتشسحن وهنمون يتمن يومين 3 نوصن وعقبه ويقطع عن تذكرة وينفدن. أفا قالت له هذا اللي صار حتى الديايات ماتن. قالت هي نعم حتى الديايات ماتن والبيزات ما سدن وخذنا عليهن ابوي بعد سلف من بيوت ايران. قال لا حول قوة الا بالله صبر جميل وبالله المستعان. يلس شهرين الشهر الثالث يته الطرشة سفر الحينة وعزم على السفر كالعادة خذ لها المير وعطاها البيزات وخذ لها بقرة ميد توها والد وتحت عيل بقره ميد توها جايتنها بخيرها ما بقره عاجر ولا بقره فيها عشر لا ميد توها والد. ترى البقره الوالد توها يسمونها ميد يتمنحونها 7 شهور 5 شهور 8 شهور لين تصير وتلقى عقب تخف لبنها لين تصير يعني بهالطريقة. انزين سافر وكمل 5-7 شهور هالطرشة الثالثة حينه. يوم رد ها شو الحال عليك؟ قالت ابوي قالها قالت لي والله البيزات وقفن والمير ما سد والبقرة ابوي بعناها وبعنا ولدها ومضى علينا حال ما مضى على مسلم. من سمع هالتشكيات
قال أبوي خلاص هذا تلايع عشرت بيني وبينك، خلاص أبوي ما تنبيت في بيتي، توكلي بيت أهلك. وقبضها ورقتها وطلقها وسارت عند أهلها. فراق فراق بينه وبينها. قال أنت أبوي ما تصينين النعمة ولا تعرفين تحافظين على الحلال ولا على البيت ولا على المال. وقبضها الدرب. نش الله يحفظكم عقب مدة بسيطة ويلقط لبنت الحلال وخدها. قال عسى أن الله يخلف علي بالخلف الصالح ويرزقني بحرمة تكون يا أبوكم راعية بيت. أهم شيء في الحرمة أن تحفظ حلال الرجل وتداري على شرفه وتغار عليه وتربي عيال وتحفظ بيته. هاي الحرمة أهم شيء، حفظان البيت وتنمية الحال. هذا الحرمة ويلسه في البيت ويابلها مثل ما ياب حق الأولية، يابلها الخري ويابلها المير ويابلها عطاها البيزات فوقها وتحتها. توكل على الله ورد عقب 5-6 شهور. ها بنت عمي شو الوضع؟ قالت لأبوي الأمور طيبة، خرينا وكلنا وشربنا بعد شيء تام، متدخرين شيء من اللي انت مخلنا. كيف انا مخلي عندك الا شيء بسيط، كيف تم هالكثر؟ قالت لي ترى كنت مخلي دياي، والدياي ما شاء الله ازمي بيض، وركاكنا من تحتن، وبعنا الفاري وبعنا البيض والحمد لله، ومن وتيامعت البيزة على البيزة. ويلس عندها ما يلس حول شهرين ونش بعديته السفرة الثانية، وخذ لها المير والماكل والعلم والخبر، وخذ لها مثل ما خذ حق الأولية، وخذ لها بقرة منيح منيح أبدا، وتحت عيل حولي. العيل الحولي هذا منتهض، يعني باجل له شهرين عن يبتدي يهد ويضرب. وتحت عيله صغيرونه، تحت عيل عود ولد حول تقريبا 3 شهور، وتحت عيله وتتمنحها. سافر الرجال في سيارتهم، يوم وصلوا جريب زنجبار، تنقع عليهم هويات وياهم مهب شمال، كسر ابويه محامل البحارة والتجار، واستوت كارثة، انكسر طبعة البنقالة اللي فيها الخير هذا كله. ورد ابوي الرجال خفي حني يجدام ويدور عند حرمته، سلام عليك يا فلان، ترى هذا ما صابنا، هذا ما صابنا، هذا ما صابنا، وخسرنا ما ورانا ودوننا. قالت لا فعليك يا ولد عمي، ما طحت إلا واجف ولا خسرت ولا شيات، الخسارة خسارة الروح، أما حوش ولوش وفي وهدي موجود، هذا كل أبوي فضل من الله سبحانه وتعالى ومن ثم من فضلك. هذا أبوي اللي أنا فيه حاليا، عندي من المال وعندي من الخير اللي بيعوضك عن كل اللي فقدته، اللي أيمع من سنتين وهاي الثالثة كل حلال. قالها من وين؟ قالها من، قالت له هذا من فضل الله ومن ثم من فضلك، هذا اللي انت تخلي عندي نميت وتاجرت فيه واشتغلت العيلة البقرة، تمينا نبيع من تحت اللبن والشامي والدهنة، والعيل دار عليه حول ونص، وازمنا ابوي نضرب في الفريج ببقرهم. ترى الاول ما بكل بيت يربي بقر ثيران، البقر كلن يربيهن، ما شي بيت ما عنده بقر، كل هالبيوت عندها بقر، لكن الثور في كل فريج ثور، كل حارة فيها ثور واحد. ضريب الثور الأول أنا روحي لحقت عليه، نحن الأول مدينة زايد عندنا ثور أسود كم أكبره، نضرب به الثور بمية. نعم اللي يبه الثور عندنا الأول راعي الحلاب إيراني اسمه مراد، نعم يوم إحنا صغار الله يغفر أكيد مات، يوم إحنا صغار هو شيبه وهو يحلب وهو يضرب البقر، اللي عنده بقرة وصارف يابوها بيتنا، ضربوها من الثور وعطوه 100. هاي الكلام من سنين، مدينة زايد العرب كلها اللي تحيد هاك الأيام لاحجة على هالموضوع. وتيمع أبوي من الضريب الثور ومن بيض الدياي، ويمعت أبوي بيزاته ومن يريلها أبوي، قالت أبوي هذا اللي الله كاتب منه. فمن شاف البيزات سر خاطره شوف البيزات، حد ما سر خاطره شوف البيزات، وسر خاطره ردت فعل مع عيال حرمته.
فأصدر وقال هذا المثل المتعارف عليه من هذاك الآن إلى الآن، اللي هو جعيدة بيت ولا سفر بنقالة. جعيدة بيت ولا سفر بنقالة، يعني جعيدة البيت الحرمة راعية البيت اللي هي جعيدة ما تصير لا شرق ولا غرب، بعيد خيار عن سفر البنقالة. سفر البنقالة اللي وراه الشقة وراه الخير وراه التعب وراه المردود الكبير، لكن جعيدة البيت، جعيدة البيت راعية البركة. فوين الحرمة هذه حاليا؟ وين الحرمة اللي تقتصد؟ وين الحرمة اللي تيود؟ وين الحرمة اللي تنمي؟ وين الحرمة اللي تربي؟ وين الحرمة اللي تنمي مال البيت والداري على الحلال والداري على المال والداري على العيال؟ مش موجود. نعم موجود الحريم الخيرات، لكن بعد موجودة فئة اللي هي فئة الخسرانشيات اللي ما بمنهم. فعلى الله يغفر لأمهاتنا ويداتنا وعماتنا وأمهات المسلمين والحريم، كل حرمتنا تحافظ على حلال ريلها وبيت ريلها وعزة وكرامته. ومفروض ان كل حرمة تحوط على الليتات اللي في البيت، تحوط على هاي الصخانة تبندها، هاي اللي تشفط الشفاطه اللي هو كانهم في مطابخ ولا في غرف البشاتشير ولا غرف اليهال، كان بيت ببيت استوت في حريجة وغدا وهله والسب شو الشفاط اللي هو، كان بيت ببيت ماتوا بويلي فيه والسب الصخان، كان بيت ببيت تسريب الغاز، كل من اهمال الحرمة. ما يخص البشاتشير، البشاتشير بوي من همه افتقد، البشاتشير والعمال من همه افتقد، من همه افتقد. فهذه بوي نصيحة لكل امرأة موجودة انها تحط بالها على بيت، بالها على بيتها وعلى حلالها وعلى ريلها وتيلس تشبرها وتذرعها صبح ومساء، تحطها في عينها وتغمض عليه، داري حلاله، داري المير البيت، داري دخل البيت، داري حتى صرف البترول، صرف البترول بدال ما دريول. نحن الاول دريوليتنا تدري شو يسوون؟ على كل صغيرة وكبيرة يصير الجمعية، كل صغيرة وكبيرة صار السوق، هذا كله مصرف بترول. الحين لا، سوت لهم أبوي محمد ترتيب، قالت في الأسبوع تصيروا مرتين لو ثلاث الجمعية، تأخذون سامان مال يومين وتون، تأخذون سامان مال يومين وتون، ما يستوي على كل طالع شمس 40 ودية سير وليي طباخ، طالعوا شو اللي تبون وخبروا الدريول بيسيري. هذا موضوعنا وهي سالفتنا، فجعيدة بيت ولا سفر بنقالة. يلا نار مساعد خلاف، بس عاد عليكم. شو بتوصل سلام على ابو محمد خالد الخالدي؟ سلام كثير، لا تشلنا الخيول ولا ركاب، غالي عليك يا سلام الرجال، اخو عزيز غالي وانا احبه اشهد الله. نعم ما يعني من الضروره المسك، سلم عليه. الله يسلم. إبراهيم الشامسي ولد عم منذر المزكي الشامسي، أبركة من ساعة أشوفكم. ما زينك يا أبوك بلهي أكشم قميضة يا أبوك، العيون بيضامية، هاي الأوليين يسمونها الكشمة. أنا شو قلت كشم لو نظارات؟ ها؟ حلوة رمسة الأوليين حلوة. بارحة صرت تصور بعد شوابنا يا ابوك محلات البرقع، اقول ليك البرقع يرد موضه. هي والله، ترى وايد الغاب شيء من شيء من حد من الحريم يعدل هنا البرقع، يسوي لها الرزه وماشين الحرمه اللي تكون مبرقعه وتعق البرقع. تغادي يا ابوك الويه غادي جبلي، الله المستعان. شوف عندما تتخالط الالوان الاخضر بالبنفسج بالقهواتي بالابيض بالوردي بالبني، يا سلام سلم. يا شو رايك ابراهيم؟ ما شاء الله شيء جميل، شيء خيالي يا ابو محمد. يعلى الله ان شاء الله ييسر امورك ان شاء الله يا ابو يا ابو توفيق، يخليك كل سنه وكل حول. نشوف في هالمكان الفنان، شو رايك في اليابان ابراهيم؟ ما عليه اخبار شاهد الله، شفت والله عليك شيء رقي في شعب هالنمونه، شيء جمال، شيء طبيعه، شيء هالنمونه. تسافرنا وردينا لكن نفس البلاد والله ماشي. هي ولا انا بعدنا ست شيء كذب خيب. لا والله ابراهيم شيء جميل، شو رايك انت؟ لا ما انا كلام، انت عطنا وحده ممكن. لا هاي بروحها تلقائيه. يلا رمس بالليل تبغى ابراهيم طبعا رايح الرحله.
ايه نعم with my friend hey the best my friend نعم enjoy guy thank you thank you يا مرحبا يا مرحبا محمد صليط ارمس عاد يقول شيء صليط يقول يا خشم يبعس ما عليك باس ما عليك باس ما عليك باس لا ما تقول اسم حي راعي البيت اسم الرجال بيتكم بنصلهم يلا تعال رامي جيب انت رامي خلاص تعال ياي هذا ابويا بيتكم بنصلهم حافظ اللي علي رامي اقولكم ما لو بيسخنون المل حار سمو بيننا وبينهم شكرا يا 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 صدقان يا يران المسره هاي يسمون صدقان المسره ويران المسره شو اللي ود المطبخ التحضيري داخل ثانك يو حبيب حبيب شو عشاكم انتم ها؟ دال شعبيات وفي خبز رقاق زي thank you بونابتي الدالي مرحبا بياسر مرحبا مرحبا بياسر عرفات انت ايش قاعد بعد انا ابدا هذا اللي يسال انا وين موجود هذا انا موجود في هالميفاره اللي من تشنز تشناز فيها من كل ما تشتهي النفس من كل اسمك من كل اسمك شيء يعرف وشيء ما يعرف ما شاء الله ما شاء الله اليوم الجيم منزور لين عين ملتج ملتج لي ناهيك عن الاقسام اللي هناك قسمين ثلاثة ملتج لين عين سعيد قرواش سلام عليك شحالك كيف انت دكتور هذا الاخ دكتور سعيد قرواش هذا دكتور شو سعيد انا هي دكتوره هي الجوده في شو الجوده قول لي هو الكنترول ما شاء الله متاخر يعني. اليوم تاخرت دراني الساعه 10 اتسحب ما شاء الله علي مازين اليوم حلو اليوم حلو شوفي مازين الله يلا زين السلام عليكم اول شيء الحين اصلا ما عندي رمز ولا عندي اي موضوع مصور بس عسب اني ارويكم هذا اللي اخذت لي ام محمد واخذت لي هالكرسي هذا ها ثاني يلق يلغى ها وانا عسب ما تعورني رقبتي ولا شيات هذا اروم احط هذا اشوفهم العرب في الطياره يحطونه انا ما ادري اخذته وقالت لي وان هذا زين حتى حقك عسب ما تعورك رقبك والله فنان وكرسي فنان وبافت سعر فنان وها ابدا طيحتي هالنمونه وتيلس وشوفوا ها تمقط رويلاتك بس كاسر ابوي طاسه هناك وسمونه الله العظيم المهم ان ابوي هذا حين تو ماخذ لي جديد بغيت اتخقق بجدامكم العاديه ترى ما من الغلايه لكن ساعات بنادم تعيبه الخقه يلا شكرا ما ظني شيء اليوم سنة.